ولمناقشة أبرز التطورات على الساحة الدولية تنضم إلينا من موسكو مراسلتنا مرام حمصي. صباح الخير مرام. أهلا إسماعيل، صباح النور. مرام، القوات الروسية تتقدم نحو بوكروفيسك الأوكرانية الاستراتيجية، آخر التطورات؟ نعم بالفعل، يعني هناك تصاعد كبير في الأحداث العسكرية على الأراضي الأوكرانية، وخاصة مع الروسي الذي نشهده ضمن مقاطعة دونيتسك. وآخر التطورات، وبحسب التصريحات الأوكرانية، أبدأ أولا إسماعيل، أن القوات الروسية تشن هجوم عنيف على مقاطعة أو على منطقة بوكروفسك، وهذا الهجوم كان هدفه أو يهدف إلى قطع الإمدادات وطريق النقل الذي تستخدمه القوات الأوكرانية للوصول إلى المدن الكبرى في دونيتسك، ومنها تشيسوفيار وكستانتينوفكا التي تحاول القوات الروسية السيطرة عليها بعد نجاحها بالسيطرة على أكبر المدن الاستراتيجية وهي أفدييفكا في دونيتسك. لكن أيضا إسماعيل، من خلال ما صرحت به القوات الأوكرانية، أنها صدت حوالي 52 هجوما روسيا في هذه المنطقة، وكان تركيز القوات الروسية على ضرب كل من مدينتي جيلان ونوفالكساندروفكا، وهاتين المدينتين تقعان في شرق بيكروفسك. وإذا هذا التقدم، الهدف الأول منه هو قطع الإمدادات الأوكرانية عن هذه المقاطعة، وبالتالي الوصول إلى السيطرة على كامل إقليم أو مقاطعة دونيتسك. لكن بالمقابل أيضا أعلنت القوات الأوكرانية صد هجمات واعتراض لطائرات مسيرة تم إطلاقها من قبل روسيا، تم اعتراض 9 طائرات من أصل 10، إضافة إلى صاروخ كروز على كامل خط الجبهة الذي يمتد على حوالي 1000 كيلومتر في الخطوط الأمامية. أيضا بالمقابل كان هناك إعلان للقوات الروسية التي قالت بأنها سيطرت على مدينتين وهما بروريس ويفجينفكا في مقاطعة دونيتسك، وأن هذا التقدم يحقق لها ما تبغى إليه استراتيجيا في السيطرة على كامل الإقليم، وهاتين المدينتين تقعان في شرق بيكروفسك. بالمقابل أيضا كان هناك هجوم أوكراني عنيف حسب تصريحات وزارة الدفاع الروسية. هذا الهجوم طال عدة مقاطعات روسية، وتحديدا التي تقع على الحدود الأوكرانية، وكان الهجوم بحوالي 39 مسيرة حسب إعلان وزارة الدفاع الروسية. أحد هذه الهجمات طال مقاطعة أريول وأدى إلى تضرر في منشأة للطاقة حسب إعلان حاكم المقاطعة، إضافة إلى إسقاط 9 مسيرات فوق مقاطعة كورسك، و9 فوق بلغراد، و3 فوق فارونيج. والتطور ربما الأكثر قلة في هذه الضربات هو على سان بطرسبورغ، وفوق تحديدا فوق لينغراد التي تقع في شرق أو شرق سان بطرسبورغ، بإسقاط وتحييد 3 مسيرات أوكرانية. إذا الجبهة متصاعدة جدا، والقوات الأوكرانية تقول أنها تضرب منشآت الطاقة ردا على الهجمات العنيفة التي يقوم بها الجيش الروسي داخل الأراضي الأوكرانية، وبالتالي هذا الأمر يؤدي بشكل أوتوماتيكي إلى تصعيد أيضا الموقف والضربات العسكرية من قبل القوات الروسية. تفضل إسماعيل. مرام، إلى موضوع آخر، تحالف كواد يعرب عن قلقه البالغ من الوضع في بحر الصين الجنوبي، هل هم من تفاصيل ومعلومات حول هذا الموضوع؟ نعم إسماعيل، يعني نحن تحدثنا أنه كان هناك اجتماعات شهدتها طوكيو سواء بين اليابان والولايات المتحدة بصيغة 2+2 تضمنت اجتماعا لوزراء خارجية ودفاع كل من طوكيو وواشنطن، لكن تبعها مباشرة اجتماع للتحالف الرباعي، تحالف كواد الذي يتضمن كل من الولايات المتحدة واليابان وأستراليا والهند. كان هناك بيان مشترك ختامي في بعد عقد هذه القمة، وجاء في البيان تنديدات مباشرة وانتقادات ضمنية
لبكين دون ذكر الصين بشكل مباشر، يعبر عن القلق إزاء الوضع في بحر الصين الجنوبي. تضمن البيان أن هناك سلسلة من المواجهات مؤخرا في منطقة بحر الصين الجنوبي، وهذا الأمر يؤدي إلى نزاعات كبيرة على بين الدول الواقعة في تلك المنطقة. أيضا ذكر البيان أن هناك معارضة من قبل تحالف كواد لأي إجراءات أحادية تسعى إلى تغيير الوضع الراهن بالقوة والإكراه. طبعا هنا الإشارة إلى بكين التي تحاول عسكرة المنطقة بحسب ما جاء في البيان، وأيضا من خلال النزاعات التي تقيمها سواء مع الفلبين أو حتى مع دول أخرى. لكن أيضا كان هناك موقف بارز لبكين ردا على هذا البيان المشترك، قالت فيه أن هذا البيان يهدف إلى ضرب بكين بشكل مباشر والتدخل بشؤونها الداخلية، حسب تصريحات المتحدث باسم الخارجية الصينية لين جيان، وقال أن على هذه الدول التوقف عن إيجاد عدو وهمي لها. أيضا هناك تصريح آخر لجيان قال فيه بأن هذه الدول تتعمد خلق التوترات وعرقلة تنمية أي دولة أخرى. لكن من خلال هذا التعهد أيضا كان هناك توقيع لبيان مشترك بزيادة وتحسين قدرات الفلبين العسكرية، وخاصة أننا شهدنا في الفترة الأخيرة بعض المناوشات وربما التصادمات بين السفن الفلبينية والسفن الصينية وخفر السواحل الصيني في منطقة بحر الصين الجنوبي، وأيضا في منطقة الجزر المتنازع عليها بين البلدين وخاصة جزيرة سيكان توماس. وبالتالي اليوم هذا التحالف يحاول إبراز القوة ضد أي نفوذ صيني في المنطقة واعتراض محاولات التوسع في منطقة بحر الصين الجنوبي. لكن هنا إسماعيل لابد من الإشارة أن للهند ربما موقف متحفظ نوعا ما، وتحاول إبداء العلاقات الودية، خاصة أننا نتحدث عن الصين حليفة روسيا، ومحاولة الهند توازن العلاقات بين الشرق الآسيوي والغرب في تحالفها ضمن تحالف كواد. تفضل إسماعيل. مرام، لو انتقلنا إلى سؤالنا الأخير، إلى فنزويلا ونتائج الانتخابات، واشنطن تعبر عن مخاوف جدية حول الانتخابات في هذا البلد، ماذا تحدثين عن ذلك؟ نعم إسماعيل، يعني هذه الانتخابات الفنزويلية ربما أثارت حفيظة واشنطن بشكل مباشر، وذلك كان واضحا من خلال التصريحات الصادرة من الخارجية الأمريكية على لسان الوزير بلينكين، الذي قال بأن الانتخابات تعبر عن عدم الشرعية، وأن مادورو وصل إلى هذه الانتخابات بشكل لا يعكس إرادة الشعب الفنزويلي وأصوات الناخبين، ودعا مسؤولين لأن تكون هناك فرز أو عملية لفرز الأصوات بشكل شفاف وعادل. طبعا هذا التصريح جاء بعد الإعلان عن فوز نيكولاس مادورو بولاية ثالثة من قبل المجلس الوطني الانتخابي، وبحصوله على 51% من الأصوات مقابل المعارض الذي حصل على 44%، المعارض إدموندو غونزاليس، الذي كان من المتوقع وحسب استطلاعات الرأي أن يكون هو المرشح الفائز. وبالتالي كان هناك تشكيكات كبيرة من قبل الولايات المتحدة بنتائج هذه الانتخابات وتزويرها من قبل المجلس الانتخابي الذي أساسا هو مؤيد لحكومة مادورو. لم تكتفي واشنطن بتصريحات بلينكين، إنما أيضا كاميلا هاريس دخلت إلى خط المواجهة مع فنزويلا ومادورو، واتهمته أيضا بأن انتخاباته هي مخزية للغاية ولا تعكس إرادة الشعب الفنزويلي، وقالت أنها يجب على هذه الانتخابات احترام المعارضة، وأشارت إلى أن المعارضة بحد ذاتها داخل فنزويلا قدمت العديد من المخالفات أثناء سير العملية الانتخابية، والتي انتهت بإعلان فوز
مادورو وسط هذه المخالفات، وقالت أنها ستواصل العمل على الوصول إلى مستقبل أكثر ديمقراطية يحظى به الشعب الفنزويلي. هذه التغريدة التي كتبتها على موقع إكس أثارت أيضا حفيظة فنزويلا، وقالت طبعا كاراكاس أن هاريس تتدخل في الشؤون الداخلية، وهذا يعتبر انتهاك صارخ لعملية الانتخابات التي جرت، وهي أساسا شأن داخلي. لكن طبعا نحن إسماعيل نعلم أن التوترات بين فنزويلا والولايات المتحدة الأمريكية ليست بالجديدة، إنما كانت منذ عهد ترامب الذي فرض أو قال بأن مادورو في انتخاباته لعام 2018 هي انتخابات غير شرعية، ووصل إلى الحكم بطريقة غير شرعية. وفي عام 2019 فرض ترامب العقوبات على النفط الفنزويلي، وباتت العلاقات متوترة واستمرت على هذا المنوال حتى في عهد بايدن. واليوم هذه التصريحات القادمة من الولايات المتحدة ليست بالجديدة، رغم أن واشنطن ليست المنتقد الوحيد لهذه الانتخابات، إنما أيضا كان هناك انتقاد من قبل الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش الذي أيضا طالب بأن يكون هناك شفافية وعدل أكثر في هذه الانتخابات، وأظهر فرز الأصوات، إضافة إلى أن هناك بعض المؤيدين وعلى رأسهم طبعا روسيا بتهنئة قدمها الرئيس فلاديمير بوتين إلى نيكولاس مادورو بعد مباشرة فرز الأصوات والإعلان عن فوز نيكولاس مادورو بالانتخابات. تفضل إسماعيل. كانت معنا من موسكو مراسلتنا مرام حمصي جزيل الشكر على كل هذه المعلومات والإيضاحات.